بقالي فترة بحاول ان انا اجمع كل مايكات الوايرلس الموجودة في السوق بحيث اعمل عنها مراجعات وفي نفس الوقت اعمل مقارنة ما بينهم من حيث الجودة والسعر. والنهاردة ان شاء الله هبدأ مع اول واحد في المجموعة دي واللي تم اصداره النهاردة، وهو الاصدار الجديد من شركة كوميكا اللي هو الفيدي لايف 10. يلا بينا نبدأ ونتعرف عليه اكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معاكم مصطفى مكرم. مايكات الوايرلس الفترة الأخيرة بقت مفيدة جدا وبقت من أفضل المايكات للفلوجر لليوتيوبر، الناس اللي حابة يكون معاها مايك احترافي صغير تقدر ان هي تتنقل بيه ويقدر ان هو يسجل بكواليتي عالية بدل المايكات الكبيرة والحاجات الكبيرة دي. النهاردة بقى هنتكلم عن الإصدار الجديد من كوميكا اللي هو الفيدي لايف 10، واللي بتقدر انك تشغله على الموبايل، على تابلت، على الكمبيوتر، على الكاميرا، تقدر توصله على اي حاجة وهيشتغل. كمان للناس اللي معاها تليفونات الايفون بس الموديلات اللي شغالة بفتحة اللايتنين هتقدر بشكل مباشر انك توصل الريسيفر في التليفون وهتسجل على طول بصوت احترافي بشكل مباشر من غير اي كابلات، علشان لو هتركب المايك على جنبل يكون الموضوع اخف ومش زحمة. يلا بينا بقى نروح نشوف الانبوكسنج بتاع المايك ده ونتعرف عليه شوية وبعد كده نرجع تاني، وطبعا كل الصوت اللي انتم سامعينه ده سامعينه من المايك نفسه هو موجود هنا ده. يلا بينا نفتح نشوف ايه اللي بيجي معاه. تفتح العلبة بالشكل ده، طبعا الاصدار اللي معايا بيجي باتنين مايك وجهاز استقبال. ببدا افتح العلبه بالشكل ده، كتالوجات طبعا كالعاده، خلي الكتالوجات. بعد كده بلاقي فيه علبه شيك قوي. طبعا اغلب المايكات الوايرلس الجديده دلوقتي كلها بقت بتيجي في علبه علشان موضوع الشحن، ان دي بتعتبر زي باور بانك، بتبقى بتقدر انك تشحن العلبة ومن خلالها بتشحن المايكات اللي جوه. كمان لما بتوصل كابل الشحن هنا على طول بيبدأ ان هو يشحن المايكين وجهاز اللي موجود معهم. طبعا لما تيجي تبص هتلاقي شكل المايك بقى صغير خالص، يعني تقريبا هو ده اصغر اصدار نزل من شركة كوميكا، وبصراحة انا متحمس جدا نشوف التجربة مع بعض. في طبعا ستيكر هنا بتشلوه علشان يشحن من العلبة، وهنا عندي الريسيفر بقدر ان انا اركبه على الايفون بشكل مباشر من غير اي كابلات، ودي حاجة حلوة. بس خلوا بالكم علشان الاصدارات الجديدة من ايفون اغلبها كلها بقت تايب سي وفتحة اللايتنينج، يعني ايه، بقيت على الاصدارات القديمة. تعالوا نشوف ايه اللي بيجي معاه تاني. كفر شموع كده علشان احفظ فيه المايك بتاعي لو انا هتنقل بيه. ده حامل علشان اقدر ان انا اركب المايك على الكاميرا. وهنا عندي الكابل الخاص بتشغيل المايك على الموبايل، وهنا كابل التايب سي بحيث اقدر اشحن من خلاله العلبة. بيجي معاك اتنين ديتكات. اول ما بفتح العلبة بالشكل ده بتلاقي فيه هنا لمبات LED عشان يبين لك الشحن بتاع العلبة نفسها، وهنا لمبات علشان يبين لك الشحن برضو بتاع الاجهزة اللي موجودة. لما بيبقى باللون الازرق بيبقى فل شحن. يلا بينا بقى نكمل التجربة ونتعرف اكتر على المايك. يلا بينا. بعد ما اتفرجنا على الانبوكسنج والموضة كلها بقى اللي طالعة دلوقتي مع المايكات الوايرلس الجديدة، ان هي بتيجي في علبة شحن او علبة بتقدر انك تعمل تشارج للمايكروفون والريسيفر. طبعا الاصدار اللي معايا ده اتنين مايكروفون واحد ريسيفر، علشان لو انت راجل بتعمل مقابلات مع شخص فيبقى انت معاك مايك والراجل التاني يبقى معاه مايك بحيث يبقى جودة الصوت افضل، وطبعا كل صوت منفصل في تسجيله عن التاني. كمان العلبة دي بتقدر من خلالها انك تشحن المايكروفون والريسيفر عن طريق التايب سي، فاكيد هيبقى معاك لو انت بتسافر، هيديك اداء افضل ومدة اطول، وطول ما المايكروفون موجود في العلبة فهو اوريدي بيشحن وهيبقى فل شحن معاك طالما العلبة نفسها
مشحونة. الصوت بقى اللي انتم بتسمعوه دلوقتي ده صوت المايك مباشر من غير اي تعديل او اضافة. انا بس الاضافات اللي انا بضيفها بحط تريبل وبحط باس في ادوبي بريمير، ما بعملش اكتر من كده. حتى النويز او الكلام ده يعني في الاغلب ما بحتاجوش، بس انا هنا عندي في الاستوديو في شوية صدى خفيف، فده مأثر شوية على كل المايكات اللي موجودة عندي. بس اعتقد يعني الى حد ما طالما المايك قريب ما بيبانش قوي يعني. وكده الصوت بالتعديل او بتعديل الافكتات اللي انا ضفتها عليه، هي دي التجربة بتاعت المايك. وعلشان نكمل بقى التجربة افضل او تسمعوا الصوت بشكل افضل، كنت نزلت بوست على المنتدى عندي على التشانل وقلت لكم انا في مجموعة من المايكات جاية لي، فالمايكات ما فيهاش كلام كتير. يعني خير دليل اللي هو التجربة انك تسمع الصوت، انت مش عايز رغي اكتر من كده. فقلت لكم خلينا تسألوني اي اسئلة انتوا حابينها خارج المجال البرامج، يعني بره البرامج. وما شاء الله يعني الشباب ما شاء الله سألوا على طول، فخلينا النهاردة ناخد كام سؤال وتابعوا معايا. لسه متلاقوش ان شاء الله هجاوب على كل الاسئلة بإذن الله. أول سؤال عندي من ميدا أكاديمي أو ميديا أكاديمي، وسؤاله بيقول لي محتاج ساعات قد إيه علشان أبقى جرافيك ديزاينر. الموضوع مش بالساعات، الموضوع بالتخصص. أنت هتتخصص في إيه؟ وكل مجال له الوقت بتاعه اللي هو فترة التأسيس أو فترة التعلم. إنما موضوع إنك تحترف مجال معين مفيش حاجة اسمها وقت قد إيه. أنا لحد دلوقتي كل يوم بتعلم حاجة جديدة، فلازم أنت تكون up to date دايما لأي حاجة جديدة تنزل في المجال، مش بس مجال الجرافيكس. تابع دايما في كل المجالات، هتلاقي فيه حاجات جديدة. لازم تطور نفسك علشان تكون ماشي مع بقية العالم اللي حواليك، عشان إذا تأخرت يوم ناس كتير هتسبقك. فما تهتمش بموضوع قد ايه اكتر من انك تحدد مجال وانك تشتغل فيه وتحاول تطور نفسك فيه على طول وتقدم اقصى جودة. احنا في مجال ابداعي فالموضوع معاك مفتوح، دور على افكار جديدة وانطلق. والسؤال التاني عندي من علي بيقول لي ما هي الاخطاء اللي ممكن يقع فيها المبتدئ بعد ما يتعلم البرامج وازاي ان هو يتفاداها. من اكبر الاخطاء اللي بيقع فيها المبتدئين دايما انه بيبقى مشتت، مش عارف ابدأ منين او اتعلم ايه. علشان كده عملت لكم سلسلة اللي هي من اين ابدأ وماذا اتعلم، بحيث تقدر ان هي توضح لك ايه المجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها وكل مجال في البرامج بتاعته اللي بتقدر من خلالها انك تحقق المجال ده او تشتغل ديزاين في المجال ده. فهي دايما المشكلة كلها انك لازم تتخصص، شوف ايه اللي انت حابب تشتغل فيه. لان مجال الجرافيكس، كلمة جرافيكس دي كبيرة قوي، يعني دارك تحتها تفاصيل كتيرة، فلازم انت ابدأ وبعد كده اتعلم اي حاجة انت عايز. وفي سؤال كمان من محمد عثمان بيقول لي هل ينفع ان انا ابتدي شغل بالفوتوشوب لوحده وازاي اقدر ان انا ابدأ شغل في المجال ده. بص محمد، احنا اول ما بدأت او بالنسبة لنا اول ما بدأت كان هو الفوتوشوب اللي انا بشتغل عليه، وكنت بشتغل شوية كوريل كده. ففوتوشوب لوحده تقدر تشتغل عليه جدا، اشتغلت عليه لمدة سنين وكان لوحده. اشتغلت في تصميمات وشغل الدعاية والإعلان، اشتغلت في شغل الاستوديو، شغل تعديل الصور والفوتو إديتينج، ودلوقتي تقدر تشتغل في الويب ديزاين، تقدر انك تشتغل في الموبايل أبليكيشن. يعني في مجالات كتير قوي تقدر انك تستخدم بس فوتوشوب وتطلع منتج من الفوتوشوب لوحده. وهتلاقوا عندي في كورس التصميم التجاري والإعلاني الأول خالص اللي هو من حوالي 11 سنة أو 12 سنة، هتلاقيني كنت بشتغل في الأغلب على فوتوشوب. حتى الاستنباط بتاعة الطباعة كانت نفسها برضو بعملها على الفوتوشوب. يعني الموضوع مش معقد، وفي نفس الوقت الفوتوشوب برنامج قوي وبيعتبر من أهم البرامج اللي انت هتشتغل عليها في مجال الجرافيكس، ولا غنى عنه مع كل المجالات، هو حاشر مناخيره في كل حاجة. في سؤال من عبدالله غانم بيقول لي حضرتك خريج كلية ايه وهل ليها علاقة بمجالك او لا؟ انا بكالوريوس خدمة اجتماعية، ماليش اي علاقة بالمجال ده خالص. كل اللي انا اتعلمته ده عبارة عن خبرات مكتسبة عن طريق الممارسة والتعلم. واللي يهم في كل ده ان انا عندي شغف ان انا اتعلم اكتر في المجال ده وانا حبه. يعني انا كان فعليا انا كان نفسي اخش اي حاجة، اي كلية لها علاقة بالموضوع ده، بس
مجموعة يعني. أنا كنت فاشل شوية في موضوع الدراسة، بس الحمد لله يعني ده إن دل على شيء يدل على إنك تقدر تعمل أي حاجة أنت عايزها طالما أنت توكلت على الله، وفي نفس الوقت أنت عندك الشغف وبدأت إنك تسعى علشان توصل للي أنت عايزه. متخليش أي حاجة توقفك. إحنا عايشين في الدنيا دي علشان نتعلم، وكل يوم بنتعلم حاجة جديدة، ومفيش أي حاجة صعبة على أي حد. وتكملة السؤال، هل ممكن الواحد يقعد كتير بعد التخرج علشان يعرف هو اختار مجال صح او يغير المجال لحاجة تانية؟ بص، انت طول ما انت عايش هتلاقي نفسك عمال تميل لده شوية وتميل لده شوية وتميل لده شوية. دايما دور على الحاجة اللي فيها شغفك، لان هي دي الحاجة اللي هتقدر انك تبدأ فيها، سواء في المجال الديزاين او اي مجال تاني. دور على الحاجة اللي بتحبها هتلاقي نفسك فيها. في سؤال من شوكوريد بيقول لي كورساتك القديمة لحد اليوم ممكن يعتمد عليها؟ بص، الاساسيات واحدة من اول كورس لاخر كورس، يعني كورس فوتوشوب الاول هو نفس او بنسبة 80% من الاساسيات واحدة، بس اللي بيختلف ان البرامج الجديدة دايما بتبقى اسهل. يعني مثلا بدل ما تعمل عملية قص مثلا وتاخد منك نص ساعة، لا دلوقتي على طول بقى ريموف باك جراوند، بضغط زرار يعمل لك سيلكت الاوبجكت ويقص. فالموضوع كل مدى بيكون اسهل من زمان كتير قوي، وبيختصر عليك الوقت، لان هي الفلوس هي وقت، يعني الوقت بفلوس عند الاجانب. تقدر انك تعتمد على الكورسات القديمة، ممكن تشتغل على التطبيقات، انما الاساسيات انا بفضل انك تتابع معايا الكورسات الحديثة افضل. طيب، ما شاء الله الاسئلة كتير، استنوني بقى في مراجعات المايكات التانية ان شاء الله. هتلاقوا بقى كل الروابط الخاصة بالمايك الكوميكا تحت في الديسكريبشن. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان معاكم مصطفى مكرم.